بعد الانتهاء من نمذجة وتحميل صالتنا الفولاذية، نبدأ الحساب في R5-6 في هذا الفيديو. توجد عدة طرق لبدء الحساب في R5. مثلاً، يمكنك استخدام زر حساب الكل لحساب جميع حالات التحميل، وحالات التصميم وتراكيب الأحمال في وقت واحد. بدلاً من ذلك، يمكننا توسيع قائمة حساب وتحديد أحد خيارات الحساب المتوفرة. يمكننا فقط حساب التحميل الحالي أو استخدام وظيفة للحساب لحساب حالات تصميم وتراكيب محددة. هنا يستخدم تجديد آخر في R5-6. يستخدم البرنامج الآن جميع معالجات الكمبيوتر المتاحة لديك. بالنسبة للنماذج التي تحسب فيها العديد من تراكيب الأحمال، يتم تشغيل العديد من السولفرز بشكل متوازن. ثم يقوم كل سولفر بحساب تركيب حمل. هذا يؤدي إلى استخدام أفضل للكورز وبالتالي إلى عمليات حسابية أسرع. قبل بدء الحساب، يمكننا تعريف إعدادات تراكيب أحمال معينة. للقيام بذلك، نفتح مربع الحوار حالات التحميل والتراكيب مرة أخرى وننتقل إلى تراكيب الأحمال. هنا يمكننا إنشاء إعدادات لتراكيب أحمال محددة ضمن الخيارات التي تؤخذ بعين الاعتبار في الحساب مثل تحليل الاستقرار. كالعادة، يمكنك تعديلها باستخدام الأزرار على يمين القائمة أو إنشاء جديد. عندما ننتهي من الإعدادات، نضغط على زر حساب لحساب تركيب الحمل المحدد. بعد حساب خال من الأخطاء، تعرض النتائج على النموذج. يحتوي المتصفح على علامة تبويب جديدة وهي متصفح النتائج. هنا يمكنك عرض النتائج المختلفة مثل التشوهات أو القوى الداخلية أو ردود أفعال المساند. يحدد نوع النتيجة في المتصفح ويعرض التحميل في أعلى القائمة. لأنه يتم حساب تركيب الحمل المحدد فقط، يمكن رؤية النتائج لهذا التركيب فقط. إذا كنت تريد عرض نتائج تحميل أو تراكيب مختلفة، يسألك R5 فيما إذا يجب حسابها الآن، لأنه لا توجد نتائج متاحة حتى الآن. الآن تعلمنا كيفية إجراء الحساب في R5-6. في الفيديو التالي، سنتعرف على المدخلات الرسومية والنتائج الجدولية. إلى اللقاء.